السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في قناه فلوغ وتاويل بيتي شانيل. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتكونوا دوزتوا النهار ديال العيد زوين مع الحباب، واخا ما غاديش يكون داك التجمع كما متولفين دائما، ولكن الحمد لله كل سنه ورزقها. المهم كل واحد يكون دوز العيد بخير وعلى خير. فيديو اليوم بغيت نوريكم اكسيون في فرنسا، وواحد المغازان اسمه لوكليغ اللي رائع. انا بعدا كنحماق عليه، ما يمكنش نجي لفرنسا وما نمشيلوش. كيكون متوفر فيه كل شيء، يعني محل تجاري عادي، بالاضافه الى واحد الجناح اللي هو شرقي اللي كيحتاجوا المسلمين شغلات كامله اللي كنحتاجوها بحال رحنا في المغرب. الحمد لله متوفره في هذا المحل هذا. بالنسبه لهاد اكسيون جاني كبير شويه على اكسيون اللي عندنا في دخاو في المانيا، وبالنسبه للاسعار جاوني شويه اغلى بالنسبه لنا، يعني كان واحد الفرق بسيط في الاسعار. وهذا النهار بالنسبه لنا كان هو نهار ديال العيد، خرجنا تسارينا مع الوليدات، شفنا المحلات، لعبوا شويه، ديناهم لواحد البارك ديال الالعاب، وفي الليل جينا درنا واحد الباربيكيو او الشواء هكا بيناتنا باش نحسوا باجواء ديال العيد. واخا ما ذبحناش لاننا فرنسا صعيب 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 باش الواحد يذبح، ولا يعني حصلوه الامن غادي يعطي واحد الغرامه ديال 4000 اورو. فاحنا قلنا علاش علينا نتجاوزوا هاد المشاكل وهاد الصداعات. المهم فرحنا بيناتنا بطريقتنا. كنتمنى لكم احبابي فرجه ممتعه ان شاء الله، وتاخذوا فكره على هذا المغازان لوكليغ اللي ضروري ما تجيو لفرنسا وتجيو له. وتبارك الله ماشي غير هذا المحل هذا اللي كاين، بزاف ديال المحلات اللي يعني خاصه بالمسلمين، ماشي بحال عندنا في المانيا. صراحه كنتفقدوا هذا الشيء خصوصا في مدينه ميونخ، ماشي بحال فوق ديسلدورف ودورتموند وفرانكفورت موجودين المحلات صراحه. المهم نخليكم تاخذوا فكره، ونتمنى لكم فرجه ممتعه. تهلاو لي فراسكم الى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه احبابي.
Thank you.